كنقول حتى قناوات اللي اختارتني باش انا اللي اختاريتها، لان انا تزاديت لقيت والديا قناوه واحد الموسيقى زوينه، انا عزيز عليا الموسيقى بشكل عام يعني كنتصنت لكل شيء، دونك لقيت راسي في وسط فني قناوي. انا لقيت حدايا القنبري والقرقابه حليت عيني في هذا الشيء. دونك امتى بديت المسيره الفنيه ديالي؟ بديتها في 2012، هي فين خرجت للساحه ديك الساعه صافي طلعت سور سين، بديت كنخدم في لي فيستيفال. الاب ديالي الفكره ديالو النوبه الاولى كان كيقول علاش الا ما عنديش ولد تكون الخلف ديالي بنت. الحمد لله علمني باش نكون خلف ديالو، علمني نغني، علمني نلعب نفرج، علمني نضرب الطبال، علمني نضرب قرقابه كمبري واخر حاجه يعني ديما كنسمعوا تاكراويت بصيغه ديال الفيزيون بزاف ديال الحوايج، الوان موسيقيه متنوعه كتدخل مع هذا الفن هذا، ولكن ما عمرنا ما سمعنا صوت نسائي في تاكراويت وفرقه يعني نسائيه 100% تاكراويت بصيغه مؤنثه. وفاش جات الفكره وجات الفرصه قلنا علاش لا، اللي حنا ما نجربوش حدنا في هذه الموسيقى هذه، والحمد لله احنا مستمرين. الفرقه ديالي انا يعني تسريت العالم كامل، دونك واحد الفرصه زوينه عطاتني انا والفرقه، وكنتمنى يعني اي بنت كتشوف هذا اللون هذا ديال الموسيقى وكتسمع عليه وكتقرا القصص عليه يعني ما تاخذش واحد الفكره انه عنده عالم الجين ولا تخاف من هذه الموسيقى، بالعكس حنا بغينا نزعموا البنات يدخلوا لهذا الدومين هذا ويخدموا تما. علاش لا، المراه كدير بزاف ديال الحوايج ابار الموسيقى، يعني علاش لا اللي ما تضربش القنبري وتضرب قرقابه. تقناوي دابا راه وصلت للعالميه بفضل المعلمين الكبار اللي ضربوا عليها تمار ووصلوا على لهذا المستوى هذا. تقناوي كتبغي شويه المسؤوليه، كتبغي القريحه، كتبغي العزيمه، كتبغي التهلا، تهلا في داك الشيء اللي عندك في يديك تهلا فيه، وسيرتو الانسان الا كان والدي قناوه ولا والدي معلمين راه دونك خاصو يحترم هذاك الفن بزز منه.